مساء الخير يا شباب، أنا يوسف جمال، مندوب دفعة أولى طيران دفعة 2024. هكون معاكم النهاردة إن شاء الله في إن أنا أديكم نبذة أو فكرة عامة عن مواد القسم، لأن في ناس كتير قوي بتبقى حابة القسم من بره ولكن تخش تتفاجئ بمواد هي مش حباها أو المواد مش مناسبة ليها أو مش بنفس دماغها. فحلو إن إحنا نعرف فكرة عن المواد اللي هندرسها قبل ما نخش. والله لقيت المواد دي مناسبة ليا أو مواد أنا حاسس إن أنا هتقبلها وهعرف اتعامل معاها، فابتدي احسبها برضو حسابات تانية، مش هتبقى دي الحسبة الوحيدة ليا، لازم تحط قدامك كل الحسابات وتفكر مرة واثنين وثلاثة، وان شاء الله يعني ربنا يكتب لكم كلكم اللي في الخير. فهنتكلم النهاردة عن مواد سنة أولى وهنبتدي بمواد الترم الأول. بسم الله، عندنا أول حاجة في الترم الأول 7 مواد. أول مادة Introduction to Aircraft and Satellite Engineering، بعد كده عندنا Drawing وعندنا Math وعندنا ميكانيكس وعندنا فيزيكس وعندنا ميكانيكس اوف ماتيريالز وسوفت سكيلز. فاحنا هنتكلم عن ماده ماده واحده بالتفصيل كده وتبتدي انت تشوف هل المواد دي مناسبه ليك ولا مش مناسبه ليك، وعلى اساسها برضو تبتدي تحطها في حساباتك وانت بتختار القسم. اول ماده هنتكلم عنها هي Introduction to Aircraft and Satellite Engineering. في الماده دي انت بتدرس البيزكس بتاعه الطيران، تقدر تقول اساس علم الطيران. فالماده متقسمه لجزئين، جزء ايروداينامكس وجزء سبيس. الايروداينامكس عليه 2/3 درجه الماده وجزء السبيس عليه 1/3 درجه الماده. طيب جزء الايروداينامكس دوت انا بدرس ايه بالظبط؟ انت بتدرس فيه البيزكس بتاعه الطيران، تدرس اول هيستوري بتاع الطيران، ازاي في تاريخ الطيران ده بدا وازاي فكره الطيران اصلا بدات وازاي بداوا بمحاولات ان هم يطيروا يركبوا اجنحه ويطيروا او محاولات الرفرفه وهكذا، يعني المحاولات على مر التاريخ لحد ما وصلوا لاول طياره. تبتدي بقى بعدها تدرس قوانين اللي بتتحكم في الطياره وازاي الطياره دي تقدر تطير من على الارض، وتبتدي تدرس برضو اداء الطياره، الطياره دي لما تطير ازاي مثلا تقدر تلف في الجو، ازاي تقدر تاخد مسار دائري في الجو وهكذا. تبتدي تدرس الكومبوننتس بتاع الطياره، ازاي يعني الطياره دي مثلا ما تقعد تلف، ايه اللي بيخليها تلف، هتدرس كومبوننتس معينه اللي بتعمل كده وهكذا. بعد كده هتخش على جزء السبيس، جزء ايروداينامكس بيبقى من اول الترم لحد الميد ترم، ومن بعد الميد ترم بتاخد جزء السبيس. جزء السبيس دوت هيبتدي تدرس فيه برضو اساس فكره السبيس وفكره الساتلايتس وازاي بدات اصلا افكار الساتلايتس، وهتدرس المدارات المختلفه للساتلايتس وهكذا. بس بعد كده عندنا تاني مادة دروينج. هل رسم القسم ليه علاقة قوي برسم إعدادي وأنا كنت خايف من رسم إعدادي وبتاع ومش أنا عايز أهرب من الرسم؟ لا، هو رسم القسم مختلف عن رسم إعدادي، ورسم القسم أسهل بكتير من رسم إعدادي، بالإضافة إن في برنامج هنشتغل عليه في إعدادي هو الـ NX. المادة تبقى متقسمة درجاتها لجزئين، جزء على الـ NX دوت وجزء على الرسم الميكانيكي. الرسم الميكانيكي اللي هو شبه رسم اعدادي ولكن اسهل شويه، الموضوع اسهل شويه في القسم، سهل انك من الاخر تلم فيه درجات حتى لو انت بتكره الرسم او بتاع وكده. كده الرسم مش هيبقى معايا غير اول ترم في اول سنه في القسم، يعني هتاخده في اول ترم دوت ومش هتشوف رسم تاني بقيه حياتك خلاص. جزء الرسم اللي على ان اكس دوت هو عباره عن برنامج شبه السوليد ووركس كده لو سمعتوا عنه. لو حابب انه حد في الاجازه حابب ان هو يخش ويشوف البرنامج او كده ممكن يخش، هو برنامج بسيط جدا وهتحبوه جدا وهتحبوا تتعاملوا معاه، وهيبقى فيه بروجكت كده تعملوه على ان اكس سوا برضه، هتبقى من الحاجات الحلوه جدا والتجارب الحلوه جدا ليكوا. فصدقني حتى لو انت كاره الرسم او بتاع، ما لا الرسم في القسم مش هيبقى عقبه بالنسبه لك، هو مجرد اول ترم في اول سنه مش هتشوفه تاني. وزي ما قلنا الرسم الميكانيكي او كده اللي على اللوح رسم بسيط، الرسم الاكتر بقى والاحلى هيبقى على ان اكس دوت، اللي هو هتحول الحاجه هتحسها واقعيه اكتر، مش مجرد صور على لوح او كده او خطوط على لوح، لا هتحس ان الموضوع واقعي اكتر. بعد كده عندنا الماس. الماس متقسم عندنا لجزئين، هو الماس تقريبا مكمل معاك ال4 سنين، فماس القسم من المواد اللي لا اللي لازم تقوي نفسك فيها. فلو انت حتى لو انت مش قوي في الماس مفيش مشكله، بس انت لازم تديها حقها يعني تتعب فيها.
فالجزء في الترم الاول عندنا متقسمه الماس لجزئين، جزء الجبرا وجزء انتجريشن. الجبرا شبه ماس اعدادي اللي هو جاوس وجاوس جردن والحاجات دي، ولكن هتتوسع بقى مع الماتريسيس والعمليات اللي هتتعمل على الماتريسيس وهكذا. جزء الانتجريشن برضو انت خدت انتجريشن في اعدادي، ولكن طرق الانتجريشن اللي خدتها في اعدادي دي هكمل عليها ان انا اعمل دبل انتجريشن واعمل تريبل انتجريشن. يعني ايه دبل انتجريشن وتريبل انتجريشن؟ الانتجريشن اللي كنا بنعمله كان بعلامه انتجريشن واحده او بعصايه واحده، الدبل هيبقى باثنين علامه انتجريشن. فبدل ما بتعمل انتجريشن مثلا على دي اكس بس، لا بتعمل على انتجريشن دي اكس ودي واي، التريبل هتعمل على دي اكس ودي واي ودي زد وهكذا. فبس حتى طب لو انا ما كنتش كويس في انتجريشن اعدادي ما فيش مشكله، مع المهم بس لما تبتدي تدرس انتجريشن في القسم ما تهملوش، ما تهملش الماس عامه، يعني الماده ما ينفعش تهملها، لازم تديها حقها وتتعب فيها. فحتى لو انت ما كنتش كويس في انتجريشن بتاع اعدادي ما فيش مشكله، هتسترجع العمليات الاساسيه للانتجريشن وعلى اساسها تبتدي تقدر تكمل تدوس بقى في الدبل والتريبل انتجريشن باذن الله. بعد كده عندنا المادة الرابعة هي ميكانيكس، شبه الميكانيكا بتاعت إعدادي تقريبا. آخر حاجة خدتوها في الاستاتيكا في إعدادي كانت الـ center of mass و center of area وهكذا. فهو ده أول شابتر أصلا هتاخده في الميكانيكس ديت. أول شابتر هيبقى عبارة عن center of mass، تاني شابتر هتاخد المعادلات الحركة، وإزاي مثلا لو جسم بيتحرك على مسار دائري في إيه المعادلات اللي بتحكمه، لو بيتحرك على مسار عادي في إيه المعادلات اللي بتحكمه وهكذا. فالميكانيكس شبه جدا ميكانيكا اعدادي، ولكن هي من المواد الاساسيه برضو اللي محتاج ما تهملهاش. بعد كده عندنا الفيزيكس، الفيزيكس اللي هتدرسها هي عباره عن مودرن فيزيكس، شبه جزء المودرن فيزيكس اللي خدناه في ثانويه عامه، وليكن في حاجات هي بالظبط زي الكاباسيتورز والاشباه الموصلات مثلا زي السيليكون والحاجات دي هتدرسها، وهتدرس نظريه النسبيه بتاعت اينشتاين، وهتدرس وهكذا، هنتعمق شويه في المودرن فيزيكس وهتدرس الويفز. الكلام ده كله هيبقى مهم فيما بعد، لو انت حسيت انك ميال ليه مهم فيما بعد انك تهتم بيه وهكذا. بعد كده عندنا ميكانكس اوف ماتيريالز، الميكانكس اوف ماتيريالز ببساطه هي بتدرس المواد المختلفه وازاي مثلا لو انا هصمم حاجه معينه اصممها باستخدام الماده دي ولا الماده دي. يعني مثلا هصمم طياره فانا هصممها باستخدام الالومنيوم ولا باستخدام الحديد، انا بقى هاجي اختار على اساس ايه؟ على اساس الميكانكس اوف ماتيريالز ديت. يعني ايه؟ يعني انت في الميكانكس اوف ماتيريالز ديت انت هتدرس الاول الاستراكشر بتاع الماده، يعني ازاي الذرات بتاعت الماده مثلا بتترتب جنب بعض وايه شكلها وهكذا. بعد كده بتدرس تيستس مختلفه عن الماده، يعني ايه؟ يعني مثلا لو الماده دي تعرضت لتنشن شد، الماده دي هتفيل او هتتكسر بعد قد ايه؟ طب لو تعرضت كومبريشن الماده دي هتتفيل بعد قد ايه؟ وهكذا، الماده لو تعرضت لحراره عاليه ايه اللي هيحصل لها؟ فتبتدي تدرس التيستس المختلفه على الماده، وتبتدي تعرف إيه امتى مثلا اختار الماده دي وما اختارش الماده دي، ايه مميزات الماده دي وايه عيوب الماده دي وهكذا. ده في جزء الميكانكس اوف ماتيريالز. بعد كده عندنا اخر ماده في الترم الاول هي عباره عن السوفت سكيلز. السوفت سكيلز هي ماده مش ريليتد خالص بالقسم، مش ريليتد باي علم، ولكن هي حاجه مهمه في الحياه عامه. هي متقسمه لجزئين، جزء رياده اعمال، ففي جزء رياده الاعمال دوت لو انت هتعمل مشروعك الخاص مثلا ازاي تقدر تقوم بيه وهكذا، وجزء البرزنتيشن سكيلز ازاي تقدم برزنتيشن كويس، ازاي تعمل سلايدز كويسه مثلا، ازاي تعمل لنفسك سي في، ازاي لو عندك انترفيو تلبس ايه تتعامل ازاي وهكذا. فهي من المواد اللي مش ريليتد بالقسم او مش ريليتد بعلم الهندسه، ولكنها من المواد المفيده جدا اللي ما ينفعش اي شخص مش بس المهندس، يعني اي شخص يبقى متخرج ما عندوش علم بيها او مش عنده المهارات دي. فهي من الحاجات الحلوة ومن الحاجات الكويسة اللي وجودها في اللائحة، لأن معظم الجامعات بره بقت تهتم بالحاجات دي دلوقتي. طيب عندنا دلوقتي مواد الترم الثاني، برضو عندنا 7 مواد الترم الثاني: Introduction to Aircraft and Satellite Performance، وعندنا Structure، عندنا Thermodynamics، عندنا Manufacturing Process، وعندنا Mass، وعندنا Computer Applications و Project Management. هنتكلم عن كل واحدة برضو بالتفصيل كده سريعا، وانت على اساسها برضو تحكم هل المواد دي مناسبه ليك ولا مش مناسبه. فهنبتدي باول ماده ان شاء الله هي الانترودكشن تو ايركرافت اند ساتلايت بيرفورمانس. الماده متقسمه لجزئين، هندرس البيرفورمانس على الايركرافت والبيرفورمانس على الساتلايت. يعني ايه بيرفورمانس اصلا؟ احنا دلوقتي بعد ما درسنا في الترم الاول البيزكس والقوانين اللي بتحكم الطياره وازاي الكومبوننتس المختلفه الموجوده في الطياره، هبتدي ادرس البيرفورمانس بتاعها.
يعني الطيارة دي مثلا تقدر تطير أكتر سرعة تقدر تطير بيها إيه؟ أكتر مسافة تقدر تطيرها الطيارة هي إيه؟ أكتر ارتفاع تقدر توصل له؟ المحركات بتاعتها لازم الباور بتاعها يبقى كام على الأقل عشان الطيارة تقدر تطير؟ وهكذا، فهتبتدي تدرس البرفورمانس المختلفة أو أداء الطيارة المختلف على مدار الفلايت أو على مدار الرحلة. بعد كده عندنا الستلايت، هتبتدي تدرس المدارات المختلفة وأنواع المختلفة للستلايت. دلوقتي أنا عندي ستلايت مثلا للتلفزيون، غير لو انا عندي ساتلايت هيشتغل على الموبايلات، غير لو انا عندي ساتلايت هيشوف لي الطقس، وهكذا. فكل ساتلايت المختلفة هتدرس الانواع المختلفه الساتلايتس، وهتدرس المدارات المختلفه، يعني اخلي الساتلايت ده على ارتفاع قد ايه عشان يخدمني في النقطه دي، اخليها على ارتفاع قد ايه عشان يخدمني في النقطه الثانيه، وهكذا. فتبتدي برضو تدرس البرفورمانس بتاع الساتلايتس زي البرفورمانس الايركرافتس، وبرضو الماده متقسمه تلتين للدرجه الايركرافتس وتلت درجه الساتلايت. بعد كده عندنا تاني ماده اللي هي الاستراكشر. احنا هندرس في سنة أولى أو في الترم التاني من سنة أولى هتدرس لايت ستراكشر، يعني مش هتدرس أجسام كاملة، لا هي مجرد مثلا رود أو بيم زي اللي احنا شايفينها قدامنا ديت، متعرضة لويتس مختلفة. هتبتدي أنت تحلل الويتس ديت، وعلى أساسها هتحسب الرياكشنز وهتحسب الديفليكشن اللي هيحصل فيها، يعني دي هتنزل لتحت. دلوقتي أنا مؤثر عليها بقوة مثلا، القوة دي لو زادت عن حد معين هتبتدي تميل لتحت. طيب انا لازم اعرف ايه اقصى قوه ممكن تستحملها او اقصى ويت ممكن تستحمله، واللي بعده بعد مثلا الويت دوت لما يزيد عن كذا هتبتدي تنزل مسافه قد ايه، وهكذا. هي دي حسابات الاستراكشرز بس، مش هتحتاج فيها اكتر من كده، انك ده اللي هنتعلمه فيها، يعني مش محتاج فيها اساسيات، ممكن محتاج شويه من جزء ماده الميكانكس اوف ماتيريالز اللي هتدرسه الترم الاول، ولكن مش محتاج معلومات كتيره قوي، يعني هتبتدي برضو معلوماتك فيها من زيرو عادي. بعد كده عندنا الثيرموداينامكس، ودي ماده ريليتد حبتين بقى بالقسم مش حبه. هتدرس فيها الورك، وهندرس فيها الهيت والانرجي، هتدرس فيها الثلاثه لوز بتاعت الثيرموداينامكس، الزيروز لو والفيرست لو والسكند لو. هتبتدي تفهم ازاي الهيت ممكن تنتقل مثلا من حاجه للتانيه، زي مثلا لما تحط كوبايه شاي سخنه في الهواء تبتدي تبرد، طب بردت ليه، بردت بعد قد ايه، وهكذا. ده هو علم الثيرموداينامكس. بتدرس ببساطة انتقال الطاقة من صورة للصورة التانية، تمام؟ في الثيرموداينامكس هي، طب هحتاج أنا كإيه كمهندس طيران؟ هحتاجها بعد كده في شغل الإنجينز، إزاي إن أنا الهواء دوت أسخنه بحيث إن أنا آخد منه قوة اندفاع كبيرة في الإنجين وهكذا، بس ده هحتاجه قدام. فأنت في سنة أولى هتدرسها على سيستمز بسيطة زي سلندرز وهكذا، وقدام إن شاء الله هتبتدي تتعمق أكتر وتدخل المواضيع في الإنجينز وهكذا. فهي من المواد الممتعة جدا في القسم الصراحة لو أنت حبيتها يعني، بس مش اكتر. بعد كده عندنا مانيفاكتشرنج بروسيس، ده شبه الانتاج اللي هتاخده في اعدادي، اللي خدته في اعدادي يعني، ومتقسم لجزئين، جزء ماشينز وهو عباره عن المكن المختلف اللي موجود في الورشه يعني ورشه الانتاج، والميجرمنتس اللي هي ادوات القياس زي القدم وكده. المكن اللي هتدرسه زي مثلا مكنه الدريلنج، اللي هو لو هتعمل ثقب مثلا في حته حديد او كذا، وعندك مكنه الليدنج سكرو لو هتعمل مسامير وهكذا، هتبتدي تدرس المكن دوت وازاي بيشتغل، وازاي بعد وقت قد ايه مثلا يبتدي يطلع لي الحاجه اللي انا عايزها وهكذا. والميجرمنتس قلنا زي ادوات القياس زي القدمه، اللي انا خلاص طلعت القطعه اللي انا عايزها، فهل القطعه دي مقاسها مناسب ولا مش مناسب، هستخدمها باستخدام ايه، باستخدام الادوات القياس دي مش اكتر. طب ان انا ما كنتش كويس في انتاج اعدادي او معدي بيه بالعافيه او كده، فما تقلقش، انا واحد من الناس كنت واخد انتاج اعدادي ده ابحاث، يعني ما عنديش فكره اصلا عن اي انتاج خالص. في الانتاج القسم برضو بتبتدي من ليفل زيرو، مش محتاج خلفيه، لكن لو عندك خلفيه هيبقى افضل ليك، لكن مش موجوده هتبقى عادي، مش هتاثر بالسلب. بعد كده عندنا الماس، الماس في الترم الثاني متقسم لجزئين، احنا قلنا الماس في القسم عندنا من المواد المهمه ومن المواد المكمله معاك، فتقريبا كل سنه هتدرس ماس وكل ترم هتدرس ماس. الماس في الترم دوت متقسم لجزئين، جزء او دي اي ده هي عباره عن ال ordinary differential equation، او الـ إيه لو انا مثلا عندي دي واي دي اكس ازاي ارجعها لواي، اللي هو نقدر نقول integration ولكن بصوره تانيه. لو عندي دي واي دي اكس دي في معادله بقى معقده، وعندي اكتر من دي واي دي اكس، وعندي واي مثلا في نفس المعادله، ازاي اوصل بكل دوت للمعادله الاصليه بتاعتي. فهي دي differential equations، نقدر هتحتاج برضو فيها نسبه integration، بس مش محتاج انتجريشن تعمق يعني، قد ما محتاج انك تبقى فاهم اساسيات الانتجريشن. بعد كده عندنا الفوريير سيريس، دي عباره عن سيريس بتقدر تحط اي فانكشن في الدنيا في سوليد ساين وكوزاين،
طب الكلام ده مهم في ايه؟ مهم فيما بعد بقى في مثلا مجال الكنترول وهكذا. فده جزء الماس بتاع الترم الثاني. بعد كده عندنا مادة الكمبيوتر ابليكيشنز. الكمبيوتر ابليكيشنز ديت هدرس فيها ايه؟ هدرس فيها هاخد فكرة عامة عن الهاردوير بتاع الكمبيوتر، زي الهارد، زي الرام، زي البروسيسور، زي كارت الشاشة وهكذا. وهدرس فيها برضو السوفت ويرز شوية، ايه السوفت ويرز المختلفة. وهنشتغل على برنامج اسمه الماتلاب بقى. الماتلاب ده عبارة عن برنامج برمجة بيتعامل مع ماتريسيس، يقدر يتعامل مع يطلع لك جرافس وهكذا. فهو من البرمجة المهمة جدا في مجال الماس مثلا، او هو يحل معادلات كبيرة ويطلع جرافات وهكذا. فهو برنامج حلو جدا، وبرنامج برمجة مفيد هنتعلمه في مادة كمبيوتر ابليكيشنز دي ان شاء الله. بعد كده عندنا اخر مادة في الترم الثاني، هي عبارة عن البروجكت مانجمنت. من المواد اللي مش ريليتد بالقسم، ولكنها من المواد اللي لازم تبقى عارفها، زي ما اتكلمنا عن السوفت سكيلز في الترم الاول. فالبروجكت مانجمنت حاجة شبهها كده، ازاي تتعامل مثلا مع بروجكتس مختلفة، ازاي تديرها، ازاي تقدر تطلع افضل بروجكت باقل امكانيات وهكذا. فهي من المواد المفيدة ولكنها مش متعلقة بالقسم أوي. طيب كده خلاص نبقى وصلنا لآخر آخر كلامنا النهاردة بإذن الله. ف thank you for listening، وأتمنى إن أنا أكون أفدتكم، وأتمنى إن أنا أشوفكم على خير بإذن الله في القسم السنة الجاية. ونقطة أخيرة بس عايز أتكلم فيها، هي السيلف ليرنينج في القسم. مواد القسم أنت ممكن تكون شايفها حلوة ولكن مش معظم الدكاترة هتعرف توصل لك المعلومة بشكل كافي. فأنت بتتعب حبتين في إن أنت تدور على المعلومة، ولكن أنت بإذن الله لو أنت داخل حابب القسم وحابب المجال، هتلاقي إن التعب دوت مريح، أنت اللي عايز تتعب أصلا. يعني أنا مثلا في الثيرموداينامكس أنا اللي عايز أدور، عايز أفهم أكتر، عايز أفهم الموضوع ماشي إزاي، الطاقة بتتنقل إزاي وهكذا. فانت هتلاقي نفسك انت حابب انك تخش تدور وحابب انك تتعب. فانت معظم المواد بتعتمد بنسبه كبيره قوي على السيلف ليرنينج. هتلاقي الدكاتره بتديك توجيهات ولكن مش بتديك كل حاجه. فانت بتخش وتدور بس زي ما قلت لك، ان شاء الله يبقى عن حب، وانت تبقى حابب انك بتدور، مش تعبان او زهقان او كده. لا، انت بتخش تدور عشان انت عايز تدور. فبإذن الله ربنا يكتب لكم كل اللي فيه الخير، وكل واحد يخش القسم اللي نفسه فيه. و بس شكرا، ومبسوط جدا ان انا كنت معاكم، وهستنى اسئلتكم. السلام عليكم يا شباب، انا احمد محمد حسن، وان شاء الله انا هبقى معاكم في تعريف القسم تانية طيران. اعرفكم على المواد وازاي تذاكرها ان شاء الله باذن الله. دي المواد في الترم الاول ممكن تبوظ تشوفها، انا ان شاء الله هتكلم على كل واحده باستفاضه. عادي، مواد الترم التاني برضو عندنا اول ماده الفلويد ميكانيكس مع دكتور محمد مدبولي وباشمهندس حسين حافظ. دي الاوتلاين يعني بتاع الكورس. يعتبر انت بتدرس الفلويد ميكانيكس، الفلويد ازاي بيتحرك، لو هو واقف، لو هو بيتحرك، سرعة بتاعته وهكذا. يعني ان شاء الله يعني هتشوفوها، هتبقى مادة، هي مادة لذيذة جدا، وكل الكونسبتس دي هتحبوها جدا. يعني سيميليتود ودايمنشن اناليسيس وموديلنج وفيشس فلو اند بايبس، كل ده ما خدناهوش الترم اللي فات، او يعني معانا احنا في سنة تانية. فانت ان شاء الله، انا احنا وقفنا عند المومنت اوف مومنتم ايكويشن، فان شاء الله يعني هتقفوا برضو هنا. معرفش الدكتور هيدفع على سنتكم ولا لأ. ازاي تذاكرها؟ المادة دي سهلة جدا، انت هتشوف المحاضرات تفهمها كويس، بعدها السكاشن كفاية جدا مع باشمهندس حسين حافظ، كفاية جدا. يعني انت ممكن يعني لو انت مثلا ضايق عليك الوقت، ممكن بس تذاكر السكاشن، وان شاء الله هتفهم برضو، والشيتات برضو حلها كويس. بس هي فكرة انك في كوزات واسايمنتس كتير، فانت تذاكر اول باول بس. الامتحانات بتيجي شبه بعض جدا، فانت تذاكر برضو من الامتحانات اللي فاتت. عندنا تاني حاجة الميكانيكس اوف لايت ستراكشرز، دي مع دكتور ادوارد وباشمهندس مهنا ناعم ومحمود جمعة. طيب المادة دي المفروض تكملها الكورس الترم التاني سنة أولى مع دكتور أحمد راشد، دي المفروض تكملها ليه، ودي الأوتلاين بتاعه جنرال بيندنج وهكذا. وكنتوا خدتوا بيندنج قبل كده، بس انتوا دلوقتي هتاخدوا حاجة اسمها جنرال بيندنج، حاجة أعلى شوية. وبقية التوبكس هي بس الفكرة في المادة دي، إن الليكتشر بتبقى طويلة والكونسبت كبير، فانت تقعد كتير عقبال ما تفهمه، بس لازم تبقى طالع من المحاضرة فاهمه، عشان غير كده انت هتتعب جدا يعني في المذاكرة. بس التوتوريالز برضو مع باشمهندس مينا وباشمهندس محمود جمعة بتفهمك الدنيا كويس، فانت ممكن تتفرج عليها بعد المحاضرة، بعد ما تكون استفدت في المحاضرة واتفرجت عليها كتير وبعناية وفهمتها قوي،
تتفرج على السكاشن. بس يعني في assignments كل أسبوع أو اتنين برضو زي fluid mechanics، فيعني تخلي بالك وتذاكر أول بأول. عندك برضو thermodynamics دي المفروض تكملها الترم التاني سنة أولى مع دكتور بديع حافظ برضو باشمهندس عمر. يعني انت هنا بتدرس الجاز باورد انجن والديزل باورد انجن والرانكن انجن اللي هي في محطة توليد الكهرباء وريفريجريشن سايكلز وكده واير كونديشننج. كل التوبكس دي يعني هتدرسها باستفاضة مع دكتور بديع حافظ. يعني هي مذاكرتها سهلة جدا. انت يعني بالنسبة لسنتنا احنا كنا اونلاين في الترم التاني سنة اولى والترم الاول سنة تانية. انا بالنسبه لي كنت بذاكر من ريفرنس على طول. صعب جدا انك تفهم الماده من غير ما يعني من غير محاضرات، يعني الماده ما كانش ليها محاضرات قوي يعني غير لو كان اوف لاين، يعني لو تنزل اوف لاين فالمحاضرات كويسه، لو اونلاين ما كانتش قد كده. فانت مذاكره من الريفرنس تتذاكر كويس، يعني ريفرنس كويس جدا فانت تذاكره وتعمل سمري لنفسك عشان ترجع له وبس، وتحل الشيت، وممكن في اسئله برضو من الريفرنس تحلها وبتبقى كفاية جدا. يعني المهم كل كونسبت تذاكره يعني وبس. وبالنسبة للفاينلز والميدترمز انت يعني هتذاكر من السمري اللي انت عملته، وبرضه تذاكر الحتة الثيوريتيكال بتاعت كل شابتر، في آخر كل شابتر تحل الأسئلة اللي هناك وتحل الشيتات وبس، وإن شاء الله يعني يبقى سهل جدا معايا. عندنا بقى الإلكتريكال إنجينيرينج دي مع دكتور أحمد ربيع وباشمهندس عبد الرحمن. دي يعني تكملة بقى على كهرباء بتاعت ثانوية عامة، مش بتاعت اعدادي يعني، هي دي تعتبر سيركتس اكتر ما هي كهرباء. فانت يعني بتدرس بقى الكتريك سيركتس، ريزيستور، كاباسيتور، اندكتنس وهكذا في الدي سي لحد الدي سي الكتريكس. دي تكون حاجات انت اخر مره يعني، او يعني حاجات شفتها قبل كده، بعديها بقى انت حاجات اول مره تشوفها، او يعني اللي هي مور ان ديتيل، فانت يعتبر اول مره تشوفها. المذاكره بتاعت الماده دي سهله جدا وستريت فورورد. الماده دي يعتبر اي بي سي، يعني انت هتاخد ده الكونسبت ده بتطبق عليه كده بس، ما فيش حاجة تانية. يعني مادة سهلة جدا، وبرضو الشيت يعني شيت كويس جدا وفي أفكار كتير بس. وامتحاناتها برضو سهلة، الدكتور الحمد لله يعني جاب لنا امتحان سهل جدا. هو بس تركز في كل توبيك عشان كل توبيك هيجيب سؤال وبس، عشان تبقى برضو ليك لو ناوي تكمل في الكنترول وكده تبقى فاهم كويس في السيركت. عندك بقى مادة الماث، يعني تعتبر زي كل مواد الماث، هي دي المادة المكملة بتاعة ال ordinary differential equations بتاعة سنة أولى ترم تاني. بتدرس بقى partial differential equations وال special functions. هي برضو زي الماث بتحل كتير، بس مع دكتور محمد البتاجي المفروض اداكوا algebra الترم الأول السنة الأولى، أو إن شاء الله هيكمل معاكوا. هو بس إنك تذاكر تحل كتير وإن شاء الله يعني الدنيا تبقى سهلة معاكوا، وتذاكر أول بأول. او ما اعتقدش كان في اي امتحانات كوزات ولا اسايم، يعني كان في اسايمنت او اتنين بس. هو يعني الماده سهله جدا، انت بس هتذاكر المحاضرات والسكاشن عشان تعرف ازاي تحل، وتحل بقى لوحدك من ريفرنس ومن شيت كبير برضه بس. عندك بقى بعديها الميجرمنت اند داتا بروسيسنج، يعني يعتبر دي الماده البراكتيكال اللي اول مره هتشوفها في القسم، من دكتور اسامه محمدي ودكتور مهند دراز وباشمهندس وسام. يعني انت بقى عندك ازاي تقيس، عندك سنسورز، عندك اكيرسي وهكذا، وعندك نويز بيطلع من الميجرمنتس دي، فانت ازاي تعمل له فلتره وهكذا. من هنا بقى تشوف الويند تانل اللي موجود عندنا في المعمل في لاب لي، ازاي تقيس منه وهكذا وازاي تشغله. وبرده فلتر ديزاين، ازاي تعمل فلتر واون اوف سويتشز، دي بقى حته اردوينو، يعني انت هتتعلم كتير في الكورس ده. مذاكرة الكورس ده يعني هي تعتبر سهلة، انت هتذاكر المحاضرات كويس وتفهمها وخلاص. هي يعني اللابات دي مش بتخش معاك في الفاينل اكزام، هي ممكن تكون تطبيقها بقى هو اللي بيخش، يعني كل الحتة الثيوريتيكال هي اللي داخلة في الفاينل، عشان بيبقى في اورال ولاب اكزام. يعني انت للفاينل تذاكر حاجات الفاينل واللاب تذاكر حاجات اللاب وهكذا. جنرال الانفيرمنت امباكت اسسمنت، هي دي اصلا مادة بالعربي من دكتور عمرو رفاعي ودكتور حسن الشين، باشمهندسة ياسمين، وكان في باشمهندس تاني بس أنا مش فاكر اسمه بصراحة. يعني هنا بقى ازاي تعمل environmental impact assessment study، وازاي بقى تشوف ايه الامباكت بتاع كل business او مشروع، بقى تشوف ايه الامباكت بتاعه على ال environment بتاعنا. هي مادة يعني مستفيضة جدا، بتدخل في القوانين بتاعة الدولة وكده، مادة حلوة لو حد يعني ناوي او حابب يشتغل فيها. هي مادة من قسم كيمياء، هي بس يعني المادة كانت سهلة ومذاكرتها سهلة، وممكن يعني تذاكرها على آخر الترم وخلاص، بس لو في أصلا انت كده تبقى متابع علشان
هي مادة كبيرة يعني بصراحة، هي مادة كبيرة فأنت ممكن تذاكرها أول بأول، بس هي برضو ممكن يعني تذاكرها في الآخر وخلاص، مش هتبقى في حاجة. ده بقى كده احنا بدأنا الترم التاني. جاز داينامكس عندك بروفيسور دكتور محمد مدبولي وباشمهندس حسين حافظ برضو نفس الطريقة، هي بس هنا بقى يعني حاجات more complicated وحاجات أكبر شوية وأتقل ومسائل أطول وكذا. برضو ماشي على نفس النهج، بس المرة دي بقى بنتكلم في هوا بس، هوا مثلا أو أي جاز بقى، أكسجين أي حاجة. فأنت هنا يعني نفس الطرق، ما عدا بقى إن هو بقى compressible، كله compressible. فأنت عندك الإيكويشنز بتاعت الكومبريسبل فلو اللي أنت خدتها ترم أول سنة أولى هتبقى معاك برضو، فأنت هتستفيد منها يعني نفس طريقة مذاكرة مع باشمهندس حسين حافظ إن شاء الله. لكن معاكو الدنيا هتبقى سهلة جدا معاكو. ميكانكس اوف ايركرافت ستراكشرز مع دكتور ادوارد ونفس الباشمهندس أمينة وباشمهندس محمود. برضو بس هنا الكورس اوتلاين يعني في انرجي وستيفنس، كلهم كل واحدة حوالي 6 محاضرات. وكان في توبيك تاني بس اتلغى تقريبا عشان احنا كنا الدفعة اللي هي في المشاكل يعني الفترة اللي كان فيها مشاكل. يعني نفس طريقة مذاكرة الميكانكس اوف لايت ستراكشرز نفس الطريقة بالظبط، ما فيهاش أي حاجة، نفس الطريقة نفس، بس تذاكر أول بأول برضو وتتأكد إنك فاهم من المحاضرة قبل ما تطلع منها. كومباشن إن هيت ترانسفير دكتور علا راشد ودكتور بديع وباشمهندس عمر وباشمهندس عبد الرازق. على سنتنا كان دكتور علا هي ماسكة كومباشن ودكتور بديع ماسكة هيت ترانسفير، باشمهندس عمر في الكومباشن وباشمهندس عبد الرازق في الهيت ترانسفير. في الهيت ترانسفير بقى في الكومباشن قصدي هتدرس الماس ترانسفير كونيكال كينيتكس وفي ميكس بلينز. يعتبر انت بتدرس بقى كومباستشن بقى، في ايفابوريشن، في كومباستشن دروبلت بيحصل له ايفابوريشن، دروبلت بيحصل له كومباستشن جوه الانجن، بيحصل في بخاخ، فالبخاخ ده بيبخ دروبلت، فدروبلت ده يحصل له ايفابوريشن وكومباستشن وكذا. وكيميكال كاينتكس برضو يعتبر اي كيميكال رياكشن تحصل انت لازم تدرسها كويس، فريمكس فليم، سرعه تحرك الفليم وهكذا. الهيت ترانسفير كوندكشن كونفكشن راديشن بقى باستفاضه ومعادلات كتير وهكذا. عندك فلو مثلا في بايب فانت لازم تحسب الكوندكشن فيه الكوندكشن، عندك حيطه بتاعت عماره فتحسب كل الهيت ترانسفير اللي بيتحرك فيها وكذا. طريقتها نفس مذاكره الثيرموداينامكس، انك تذاكر من ريفرنس ونفس الطريقه بالظبط، ما فيهاش اي حاجه يعني، بس ممكن السلايدز بتاعت الدكتور علا تذاكرها بدل الريفرنس عشان هي يعتبر نقلها من الريفرنس كلها، فانت وضايف عليها كمان حاجات، فانت ممكن تذاكر من السلايدز بتاعت الدكتور علا على طول. بعدين عندك السيستم داينامكس، دي تعتبر بداية بقى لعالم الكنترول في القسم عندنا من دكتور محمد بيومي وباشمهندس أحمد يسري. عندك هتدرس الموديلنج والبلوك دايجرامز والستابيليتي ترانزينت ريسبونس والكنترولر ديزاين. هنا بتدرس مثلا عندك ميكانيكال سيستم معين، عايز مثلا سبرينج تتحرك بطريقة معينة انك تخلي الحاجة ستيبل، عايز تتحرك بطريقة معينة عشان تديك فيدباك وتعرف انك مثلا السافون الداس مثلا بتاع الحمام، عايز السخان امتى بيفتح السخان الغاز، امتى بيفتح يعني زي امتى يسخن وهكذا. الكلام ده كله بيحصل بسيستم وفيدباك وهكذا. طريقة مذاكرتها انك تحضر المحاضرات، والدكتور ما شاء الله عليه يعني متفاهم جدا وخلوق، فانت ممكن يعني لو اي حاجه مش فاهمها تسال الدكتور هو ان شاء الله معاكو. طريقه مذاكرتها انك بتشوف المحاضرات كل حاجه موجوده في السلايدز يعني، الريفرنس يعني ما تبصلوش قوي عشان هو الدكتور نقل من كل حته فيه، علشان هتحس انك بتذاكر كتير قوي على حاجات بسيطه جدا. فانت تذاكر من المحاضرات، والسكشن مع باشمهندس احمد اليسري هو يعني يفهمك الدنيا وازاي تحل، وده اللي كل محتاجه. والفاينلز كده بتيجي كلها شبه بعض، فانت ممكن تذاكر من الحاجات القديمة، ولو الدكتور ضاف حاجة عن كده هو تقريبا هيضيف يعني، فخلي برضو نفس طريقة المذاكرة وبس. عندك الماشين ديزاين، دي بقى المادة يعني الغامضة شوية، مع دكتور محمد زكي وباشمهندس بيتر وباشمهندس محمد عمرو. هو تقريبا الباشمهندسين دول مسافرين، فمعرفش مين هيبقى معاكوا على السنة بتاعتكم يعني. stresses and mechanical elements، المفروض دي بقى حاجة درستها في ترم تاني سنة أولى، هتكمل عليها يعني. هتدرس stresses، principal stresses وهكذا، و pressure stresses. هي مادة سهلة جدا، يعني تعتبر تطبيق على طول، انت بتاخد الحاجة اللي انت درستها قبل كده وبتطبق عليها على طول من غير حاجة، ما فيش concepts جديدة، ممكن بس فكرة ال power screw كل ال concepts جديدة وهكذا، فانت يعني يعتبر انت بتطبق تطبيق أعمى على طول. بس طريقة مذاكرتنا بتحضر المحاضرات وتشوف السكاشن، خلاص انت كده ذاكرت. معرفش بقى على سنتكم ايه اللي ممكن يكره.
بعدين عندك ال probability and statistics، دي برضو مادة مات يعني. ال probability انت درسته في ثانوية عامة، ده بقى تطوير عليه، تطوير كبير جدا جدا يعني. فهي مادة ماث برضو، فهي يعني نفس الكونسبت انك تفهم المحاضرة كويس وترجع تحل كتير وتبقى كويس فيها. بس فكرة ان في كونسبت كتير جدا وحاجات كتير جدا لازم تجيب تراك يعني. بس امتحاناته يعني امتحان الدكتور محمد درويش سهلة، وباشمهندس باشمهندس احمد امام مش باشمهندس محمود تعيمة يعني، بقى انا هنا غلطان. بس الفاينلز بتاعتها ما كانش فيه يعني ماث يعني، فانت هتذاكر والريفرنس موجود فيه اسئله كتير، فانت ممكن تحل كتير قوي منه. موجود المانيوال سوليوشن برضو. بعدين في الاخر بقى ده عندنا الالكترونكس مع دكتور محمود محمد رفقي امين ومحمد صلاح مبارك باشمهندس حسن منير. دي تعتبر برضو حته يعني جزء تكمله من قسم الكهرباء واتصالات، او يعتبر من قسم اتصالات اكتر. السيركت ريفيجن ده فاكرين لو تفتكروا ماده الالكتريكال انجينيرنج، هي دي تعتبر مراجعه عليها كلها. الاوب امبس يعني خدتوها برضو في الميجرمنتس اند داتا بروسيسنج اللي هو بتاع اللاب اللي هو الماده البراكتيكال. بس بقيه الماده سهله جدا. الريك ديزاين ازاي تحول من باينري باينري نمبرز الكود بتاع اللي هو الباينري اللي هو 1 و0 وكده، ازاي ترسمهم جنب بعض يديك رقم وهكذا. هي مادة سهلة بس محتاجة برضو انك تذاكر كويس عشان ممكن غلط صغير يعني يغير لك المسألة كلها. بس لازم تذاكر كويس كل توبيك، عشان كل توبيك هيجي يعني هيجي كل حاجة بتيجي يعني، مفيش توبيك اتقال في المحاضرة مش هيجي. فانت لازم تركز جدا في كل توبيك علشان ما يسقطش منك حاجة. بس وده بالنسبة لكل المواد يعني. وان شاء الله ربنا معاكم على اختيار القسم، وان شاء الله تنورونا يعني في القسم. وشكرا لكم.